السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الخوت ماما الخوت جيني فيديو جديد. مهم تعطلنا عليكم هاد الايام، نتمنى نزلنا لكم شي فيديو الخوت. مهم نعدلو شي دويرة خفيفة من داخل وسط البركة الخوت. مهم تعطلنا كنطلقوهم يوليكم شوية في السماء. المهم الخوت راهو ملحمه انتما، المهم الدنيا مرونه شويه انتما. ماما خيني ساعات انتما تبارك الله. وحلان تعب ثاني انتما تبارك الله انتما الخوت. ماما دول تسوق كده تنسي عود تكي ورا الخوت هاي اللي انت ديه خوتا ودا تكي ود فياجر تبارك الله اللي انت ديه لو فيني يا الخوت فيني راية فيني. ماما دا ولدو ما الخوتا توما تبارك الله كيفاش كيطلعوهم توما الخوتا. المهم حطا لي خنايا عاوتاني انتوما الخوت. مع واحد فخدي يرحيني سي الخوت. واحد كيو عاو تاني انتم تبارك الله عاو تاني او ما خوتو ديال هذا الفرخ هذا انتم تبارك الله. مولفين شريدة الخوتات كي خاكو دا موي مايا وحدي عاوتاني شي دفروخة هنايا هاو حمو الموزة الخوت هدا منقط عاوتاني نتوما. المهم دابا نطلقوهم الخوت يدورو شوية. المهم خليكم مع خوتا هما الحمام هنايا وما حنا طلقناهم ثم الخوت. Thank you.
وي ما الخوت هما الحمام طايرين تبارك الله انتوما. المهم ماما ديك فروخة الخوت تبارك الله انتوما، ديك مول مازوخة الخوت. انتوما الخضرة والحمام كيدوش هنايا انتوما تبارك الله. شو الخص شو حلق شبر 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 أموي ما الخص دابا نشوف خاملو ديك بردك هذا ندخلوه ما الخص عندك عاوتاني شبر شي حمامة عاوتاني هادو قطط عاوتاني كترو هنايا غاتشي تسيق المهم الخوت هذا ما كان ماما خملو بريك الخوت داين باغي ندخلهم قبل ما يشبروا لنا شي وحدات ما الخوت دابا ان شاء الله سالس دابا التخمين انا تاو الخوت الحمام شويه ياكلو ولا قطو ما Thank you.